عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت وصورة، معكم مقدمكم عبد الله ماجد العتيبي، واليوم ننقل لكم بالصوت والصورة مخيم موهبة الإثرائي، فأهلا ومرحبا بكم. احنا الان عندنا برنامج مخيم موهبتي الصيفي بالشراكه مع نادي الحي في مدرسه المعتمد بن عباد في الرياض. اهداف البرنامج، يهدف هذا البرنامج الى استثمار طاقات الشباب ومواهبهم وايضا استثمار اوقاتهم. أنا الطالب عبد الله لونيس، وراح ألقي بيتين الشعر للشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اسمي معاذ مشعل المطيري، أقدم لكم بيتين الشعر التي قد قالهما حسان أبو ثابت رضي الله عنه. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اسمي عبد الرحمن، أنا سرسيني، جاي أنا هنا عشان أطور مهاراتي في الإلقاء والخطابة، وبوريكم الآن إلقائي. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نحصي ثناءه عليه كما أثناه على نفسه، كما أثناه على نفسه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. اسمي نايف العتيق، أنا جيت لهذا المخيم عشان أطور مهاراتي بالإلقاء والخطابة، وأكون ما أخجل عند ما أروح المسرح أو شيء زيه. وبقول لكم اليوم عن بعض الإلقاء: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. اسمي محمد الغنام، جيت هنا عشان أقضي وقتي في الشيء الممتع في الإجازة الصيفية. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. اسمي سلطان الحمدان، رايح من صف خامس السادس، أدرس في مدرسة جبي بن كعب. اللي تعلمته من هذا النادي أنه يعني يساعد على الإلقاء وكذا، ويعطيك مهارات كثيرة، يعني تبغى
مقتنع الصغير تبغى الخوارزمي الصغير تبغى تعلم أشياء كثيرة يعني زي الاختراعات وتعرف وتتعلم زي كذا وصراحة يعني هو عشان تتمتع بالصيف وتقضي وقتك بشيء مفيد يعني. الحمد لله عظيم الشان بكل نعمة هو رباني ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. فهذه منظومة مفيدة كي ينشأ الأطفال بالعقيدة كي يحفظ العلوم حال الصغر فإنه كالنقش فوق الحجر. أرجو لها القبول بين الناس تكون في التوحيد كالأساس فمصدر العقيدة الصحيحة الآي والرسول النصيحة بفهم أصحاب القرون الأولى من حاد عن أقوالهم مخذولة. وأول السؤال عمن ربي فهو الإله الحق دون ريب عرفته بالخلق والآيات قد استوى في عرشه بالذات وأمره العظيم بالتوحيد نهي عن الإشراك والتنديد والشرك نوعان هما الأكبر ودونه في معلمنا الأصغر. له فقط أن تصرف العبادة من دون نقصان ولا زيادة منها الصلاة والصيام والدعاء فاحفظ فخير طالب وقد وعى شروطها الإخلاص والمتابعة حتى تكون يا بني نافعة إسلام والإيمان والإحسان أصول هذا الدين والأركان كل له بشرعنا تفصيل بذا أتى معلما جبريل. جرس انذار مجرد ما اخوك يبدا او يجي يلعب باغراضك اسمي هو صهيب العسكري جيت هنا لكي أنمي قدراتي وأزيد من ذاتي ومجالي هو المخترع الصغير ومن الأشياء اللي نخترعها هي أن نسوي مثلا سيارة مثلا من جنيق نسوي كشاف نسوي دائرة كهربائية. اسمي عبد المجيد فهد العتيبي وجيت شاركت هنا عشان أتعلم وعشان أستفيد وعشان أستمتع في نفس الوقت وسويت هذا من جنيق. أول شيء جبت كاسة عادية وخرمتها من النص من هنا من هنا ومن هنا حطيت عود وجبت شو اسمه اللي هو هذا الملعقة وحطيت مطاط وصمغتها من هنا وسويت عن من جنيق. أني عرفت كيف أخترع كيف أسوي يعني أسوي شيء جديد مثلا أبتكر أشياء. اسمي عبد الله العسكري انا جيت هذا النادي عشان اتعلم اصنع الاليين. الروبوت مصنوع من قطع الليجو اهم قطعه عنده هو العقل ونقول له وحده التحكم
واللي بعده اسمه الأهم كمان المحرك، هو اللي يخليه يمشي، وبعده حساس المسافة، هو يشبه العيون. جينا هذه المدرسة عشان نتعلم كيف طريقة تصنيع الروبوت باليد، ولما نصنعه هذا البرنامج اللي يخليه يمشي قدام وورا ويخليه يطلع أصوات ويطلع ألوان ويخليه يسوي كل شيء ويخليه يرجع ورا وقدام ويسوي كل شيء. لو تضغط كذا راح تخليه يمشي قدام، لو تضغط كذا راح لازم توقف. وفي كمان تخليه لو تحط يدك ويوقف، وبعدين تشيل يدك وبعدين يمشي. اسمي محمد تخيفي، واليوم احنا تعرفنا عن اجزاء الروبوتات والبرمجيات، واحنا عرفنا عن اجزاء كثير مره في شركه ليجو. اسمي فهد عبد الله تخيفي، احنا تعرفنا على اجزاء الروبوت، هي تتكون من عقل الى 4 حساسات و3 محركات. واسم الكرتون أو الحقيبة حقتها EV3. برنامج موهبتي الهدف منه هو استثمار طاقات وأوقات الأبناء، هو برنامج تنموي للأطفال مستهدفين المرحلة الابتدائية. عدد الطلاب عندنا حوالي 70 طالب، مدة البرنامج 4 أسابيع. طبعا في عندنا مجموعة من البرامج والمسارات، عندنا مسار المخترع الصغير، عندنا مسار الخوارزمي الصغير، عندنا أيضا طبعا الخوارزمي الصغير هو برنامج الحساب الذهني، عندنا أيضا مسار الروبوت، عندنا روبوت للكبار من 9 إلى 13 سنة، وعندنا روبوت ويدو للأطفال الصغار من 6 إلى 8 سنوات. ايضا في عندنا برامج مصاحبه، عندنا مهارات الالقاء والخطابه. طبعا الالقاء والخطابه برنامج جدا جميل، بيعزز ثقه الطفل بنفسه، بيقوي شخصيته، بيخليه يتجرأ في الحديث امام الناس، بيكتسب مهارات ولغه الجسد كيف يتكلم امام الناس امام زملائه، يكسر حاجز الخوف. ايضا عندنا برامج كره قدم يومي، طبعا عباره عن جدول يومي للاطفال. في عندنا ايضا رحلات الى مسابح، لابد ان نضيف يعني جانب من الترفيه على البرنامج، برغم انه برنامجنا اصلا كله ترفيهي، يعني هو تعليم ترفيهي. المخترع الصغير 90% منه يعني تعلم باللعب والترفيه واستخدام الادوات والخامات، وفي اختراعات، كله عباره عن برنامج جميل شيق وطيب، نسال الله انه ينفع به ابنائنا، ابناء المستقبل، علماء المستقبل. My name is Abdulaziz and I'm in Mu'tamad bin Abbad club. They have a lot of fun activities and I wish everybody seeing the Qanat al-Majd come here and to play and have fun with me. حرصنا على أن نستقطب العديد من الجهات، وكلنا الحمد لله رب العالمين مبادرة مع مركز وفاق للاستشارات الاجتماعية، والحمد لله رب العالمين الشباب كان عندهم عدد كبير من البرامج الجميلة والجيدة لأبناء الطلاب، شملت ما بين المخترع الصغير، والحمد لله رب العالمين احنا في ثانوية المعتمد بن عباد في هذا الصرح الشامخ نحمد الله ونشكره. عندنا الآن احنا في طور ان نحصل على 3 براعات اختراع من أمانة دولة مجلس الخليج العربي، وكذلك من مركز الملك عبد العزيز للموهوبين، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهوبين. كذلك عندنا في هذه المدرسة نحمد الله ونشكره أكثر من 80 طالب
يعنون بالبرمجيات وأهمية البرمجة. كذلك ضمت عدد من الرسامين، عدد من المخترعين المبتكرين، عدد من المبدعين من أبنائنا. اكتشفنا أن الأولاد ما شاء الله تبارك الله، متى ما أنت أعطيت هذا الولد المجال وأعطيته الفرصة، تأكد سيبدع وسيريك من نفسه الشيء الكبير. كان معنا الريبوت الآلي، ونشاهد ما شاء الله تبارك الله على مستوى هذه المملكة الحبيبة وعلى مستوى وطننا الغالي في كل مجالاته، نجد أن التقنية لها باب كبير جدا ولها باع طويل في هذا البلد وفي نموه وازدهاره، سواء في مشاركاتنا المحلية أو حتى العالمية. والحمد لله رب العالمين، نفخر في عدد كبير من أبناء هذا الوطن اللي ما شاء الله تبارك الله رفعوا اسم الوطن عاليا. كذلك عندنا الخوارزمي، والخوارزمي من الأشياء الجميلة جدا في مجال الرياضيات، وما أجمل أن نشاهد أولادنا وهم يحسبون بسرعة. خلنا نضاهي الصين، خلنا نرتقي حتى ما أخذنا اللغة الصينية وبنأخذ إن شاء الله الفكر الصيني وبنأخذ الإبداع الصيني. الأمر الثالث كذلك الإلقاء والخطابة، هو قد يكون المتحدث هو أكثر من يحتاج للإلقاء والخطابة مع أبناء الطلاب، حتى أن نحفزهم على كسر الحاجز النفسي فيما بينهم وبين مجتمعهم. إحنا بحاجة إلى جيل يتحدث، يخاطب، يتكلم، بحاجة إلى جيل أن يكون هو لديه فكر واعي، يستطيع فعلا أن يرتقي بهذا العلم الذي امتلكه والذي حصل عليه. لا يخلو البرنامج من وجود بعض الألعاب الترفيهية للأولاد، خاصة أن الفئة الموجودة فئة صغيرة في هذه الفترة، مرحلة ابتدائية، وعندنا برامج أخرى تستقطب المتوسط والثانوي كذلك ما بين اللغات بأنواعها. ووجدنا أن عندنا من أبناء الابتدائية الآن طلاب ما شاء الله تبارك الله، إحنا في طور تجهيزهم لاختبارات الآيلتس في اللغة الإنجليزية، وأنت عارف الآيلتس ما شاء الله تبارك الله هي تعتبر أعلى فئة في اللغة الإنجليزية. التجهيز لهم إن شاء الله راح يكون آيلتس أكاديميك حتى يكون أفضل بالنسبة لأولادنا. الأمر الثاني، إحنا الآن الطلاب الموجودين عندنا في مجال الاختراعات والابتكارات كذلك، أي طالب بمعية الأخوة المدربين، أي طالب راح يكون عنده إبداع متطور وراح يكون عنده مهارة عالية، راح نستقطب هذا الطالب من طرفنا، وراح يكون فيه إن شاء الله تعاون مع الجهات المعنية حتى أن فعلا نبرز جهود أبنائنا الطلاب في جميع المجالات. الترفيه مطلب، ما بين بلياردو، ما بين تنس طاولة، ما بين كرة القدم، ما بين الألعاب الحركية حتى أن ننشطهم. سئمنا جدا من الألعاب الإلكترونية والجلسة أمام الأجهزة، وكم حذرتنا وزارة الصحة وكم حذرتنا وزارة التعليم من مثل هذه الأمور، ولكن بإذن الله عز وجل معنا في ثانوية المعتمد بن عباد وفي نادي الحي ستجدون الجديد والجديد والجميل الجميل بإذن الله، فكونوا معنا بإذن الله. نقلنا لكم بالصوت والصورة مخيم موهبة الإثرائي. شكرا لمتابعتكم الكريمة، ونلقاكم في الحلقات القادمة إن شاء الله.